السلام عليكم اخوتي، انا من مدينه فاس، كنتواجد دابا حاليا في طنجه. كنت درت واحد التجربه ديال الدخله ديال سبته اللي حلوا لنا بان قال لك راه كلشي اللي بغى يدخل سبته يدخل لها. عيطت لي المراه ديالي قالت لي اجي ندخلوا هاد الوليدات. تلاقينا جينا للسبته المضيق، لقينا عالم اخر، لقينا بان المخزن صافي حبس. جينا حنا مور داك الشيء بنهار، وصلنا بقينا زيدنا ما زيدنا، دخلنا لواحد شويه د الماء ملي كيدخلوا الناس، لقينا الناس مازالين كيتداخلوا. وصلنا مهم يلا وصلت لذاك السور اللي هما كانوا كيدوروا منه. ولكن منين وصلت لذاك السور تواجهت مع البوليس ديال المغرب والمخازنيه والعسكر، كيردوا بنادم اللي هو مغربي اللي هو كيما بغى يكون كيردوه لجيت كاستيا خو. رجعنا لجيت كاستيا خو، طلعنا لواحد البوست تما يحدى ديال المخازنيه، لقينا واحد التابوله جلست فيها خويا انا وليداتي. خرجت كنترزق الله، كنبيع الكارو، كنبيع الكمامه، كنبيع كلينيكس. راه حنا كنقولوا النداء الناس اللي كي عندهم المشاريع الله يسهل عليهم، عنده شي واحد شي خدمه يخدمنا بالفوتوكوبي ديال لاكارت ديالنا هو اللي بقى لنا، وما كلشي مشى لنا في البحر. فاش دخلنا ديك الدخله الكاستيا خو مشى لي الباسبور مشى لي. رجعنا لهنايا بالنسبه لينا بان صافي ما نكذبش عليك، قلت نخدم على راسي ندير شي حاجه باش نعيش هاد الولاد هادو، حيت علاش ما جبرتش كيفاش ندير ندخل داك الطريق. دابا فحاليا بالنسبه ليا كنقلب على خدمه، كنقلب فين نسكن وليداتي نعيش معاهم، نخدم شي خدمه اللي هي نخلص نوفرت انا الكرا. هاد تسمى صافي مع جات هاد كورونا مع هاد الشيء هذا تلف. كنا خدامين في الحدود ديال سبته ديال مليليا، بنادم عايش ساتر، مهم ساتر الوقت عايش، مهم كيجيب داك المصروف ديك 20 درهم ديال الكرا في النهار واكل شارب. دابا منين جات تحلت هاد سبته ما نكذبش عليك ما بقيت ساكن ما والو، طلقت انايا كنت في الناظور، كنت غير مديباني مع واحد الدري صاحبي عشيري، مديباني معاه الوقت ما كاريش معاه ما عطيتو حتى شي حاجه. جيت لهنا خويا ما نكذبش عليك ما قديتش نكري، ما عنديش شي خدمه ديال باش غادي نكري هنا، باش غادي نكري بزاف عليا انا بالنسبه ليا. وقيله الا كانت عندي خدمه خصني نكري هنايا، نكري في شي بلاصه اللي هي كتسمى بحال الناس عاديين، حيت هنا الكرا غالي، كيقولوا لك 6000 درهم في الشهر هاد المدينه هادي. رسالة للمحسنين، كنطلب من المحسنين اللي هما كيتسمى كيحنوا في الناس وكيبغيو الخير الناس وكيبغيو يجمعوا الشمل ديال ولاد الناس. بالنسبة لطنجة ولا المغرب كامل، كاينين المحسنين في المغرب كامل، أنا كنهضر سافات أنا عامة، إلا شتوني وكتشوفوا فيا بغيت شي خدمة اللي نخدمها ونعيش بها وليداتي، وعندي هاد البنت هادي معوقة ما كتهزش يد ورجل، ما عرفتش شنو هو السبب ديال هاد البنت. الطبيب اللي كنت واجه ليه الظروف ديالي ما كتساعدنيش باش نوصل لهاد الشيء هذا، وكنشكر المحسنين ديال طنجة ولاد المغرب بكملي. السلام عليكم الاخوان، انتم كتشوفوا الحالة كي دايرة. انا كنت ساكن في كاسيا خو، جمع لي الكراو وخرج خرجني مولات الدار، ما لقيت فين نمشي، جيت لهنا لطنجة. انتم كتشوفوا الحالة كيفاش، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثلاثة ديال الدراري أنت كتشوفهم وليداتي والمرأة، راه أنتم البوطة فين حاطها، الحوايج فين مليوحين، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا كنطالب الإخوة المحسنين، كنطالب بشي خدمة باش نعيش هاد الوليدات. أنا راه ما كنسعاش وما فياش هاد الطبيعة. الله يجازيكم بخير وشكرا، الله يرحم والديك.